هديك الليلة يوم الخطبة شفتك واقفة عم تحكي مع شاب، بعدين دريت انه هذا كريم. لما شفته دغري تذكرته، بس وقتها انا ما كنت بعرفه، كنت بغار عليك. لما شفتك معه ركبني ميت عفريت، شنيت وقتها. بظن انك بتتذكري قديش عصبت عليك. مشان الله ما تذكرني بهديك الليلة مصطفى، ماني متحملة ابدا. ولاني كنت معصب منك قلت لك لا تجي الصبح توديني، ورغم هيك تمنيت تجي وتوديني. قلت اكيد رح تجي، ضليت مستني بس ما جيتي. خلصنا. ولما شفت وشه لكريم بعدها وعرفت انه هو اللي كنتي عم تحكي معه بالحفلة، تشوشت وما عرفت مين لازم صدق. بعد كل اللي عشته انا ما رح برر لك موقفي ابدا، هي مشكلتك لحالك. كل اللي وصلنا له هلا كان بسببك. ليك لوين وصلنا انا وياك؟ شايف لوين وصلنا؟ هن انغصبونا على هذا الشيء. بشو عم بتحاول تقنع حالك؟ هي الحادثة خلتك تبان على حقيقتك. لك انت ليش ما بدك تصدقيني؟ ليش ما بتصدقي انه انا ماني هيك بنوب؟ انا ما كنت شخص سيء، كل شيء صار بسببك انت. بسببك انت انا اضطريت اهرب من كل حياتي، وبسببك انت انا كرهت اعيش حياتي. كل شيء عشته انت سببه، مراد انت اللي قتلته وبعدها تخبيت وكفيت حياتك وكأنه ما صاير شيء. فكرك انا ما كان فيني اقتلهم، بس انا ناطره العداله هي اللي تاخذ لي حقي منهم. عم اصبر مع اني عم عاني ومقهوره، بس عم اصبر. بس انت زوجتي واحد منهم. كريم مانو واحد منهم. عم بتقولي انك ناطره العداله بس انت بريئه قبل ما يصير الحق، اما انا كبيتيني وخبرتي عن الشرطه، انت قضيتي علي. عن جد انا كنت حابب اعاقبهم كلهم، بس حتى بهالشي ما فلحت. كل شي صار فجأة، هجم علي وترجاني لقتله، قمت ضربته بوكس على وشه. موته كان حادث، أنا ما قصدت أقتله. أما كريم قوصته، كنت قاصد إني أقتله. سمعته عم يقول لك بحبك على التليفون، وقتها كنت حابب آخذ روحه. بس بعدين أنا قلت لحالي أكيد الموت رح يكون خلاص لإله، لأني بدي انتقم منه شر انتقام. شو أكتر شي ممكن يوجع له قلبه لكريم؟ شو أكتر شي بيخليه يتعذب ويتمنى الموت؟ لا تمسكني. شو بكي؟ لحظة، اشربي اشربي مي. لا تلمسني، بعد عني مصطفى. اشربي. لا تلمسني مصطفى، لا تلمسني وضيف جريمة على جرائمك. شوفي فاطمة، أنا ما عادت فارقة معي إذا ضفت جريمة جديدة أو ما ضفت، ما أنا فارقة معي. بعرف إني ميت ميت، بس إذا متت طبعاً أنت كمان بتموتي، يا أما منعيش سوا يا أما منموت سوا، وأنت مضطرة تقبلي بهالشي. بدك تقبلي كل شي حتى لو كانت نهايته الموت. طيب يلا قتلني، مو صعبة عليك، بعرف إنك بتعملها. أصلاً قبل هيك تركته لكريم على الأرض عم ينزف. اقتلني شو ناطر؟ اقتلني وخلصني من هالمعاناة. أنا رح عايشه لكريم شعوري خليه يتمنى لو يموت. شو أكتر شي بيوجع له قلبه؟ ها؟ يلا فكري معي.
برأيك كيف ممكن أعاقبه لكريم على اللي عمله فيني؟ مصطفى شو عم تعمل؟ شادي مصطفى اتركني! مصطفى شو عم تعمل؟ ساعدوني! خلص اخرسي! ساعدوني! مصطفى! ساعدوني! ساعدوني! مصطفى! لك خلص اهدي! أقول لك اهدي! ساعدوني! تعي لهون! وقفي! تعي لهون! بعد عني مصطفى! بعد عني! ما تمسكني يا بعد! اهدي شوي! وقفي! قلتلك وقفي! بعد عني! اهدي شوي! بعد عني! وقفي واهدي شوي! فضفضي لهون! بدك ساعدني! لك اهدي! اهدي مصطفى! اتركني! عقلي! لا تصرخي! خلص اهدي! قلتلك اهدي! اهدي شوي! بعد عني! لا بصرخ! وهلا رح اتركك هون لحالك، رح احط هي على كتافك. بعد عني مصطفى! أنا ما راح أتأخر، بجيب لك كام شغلة تلبسيهم وبرجع. يا ناس! لا تتعبي حالك على الفاضي، ما حدا رح يسمعك. هي رح تكون نهايتك صدقني، خلص أنت انتهيت مصطفى! مظبوط فاطمة، نحن وصلنا لنهاية الطريق مع بعض. Ha ha ha!